السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضبط ناظر مدرسة ابتدائي بحوزته مخدرات بمليون وخمسمائة ألف جنيه. ساتر يا رب. ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج في ضبط ناظر مدرسة ابتدائية وعامل في مركز جرجة من التحريات قيامهما بترويج كمية كبيرة من المخدر الشابو. المخدر بلغت كيلو جرام تقريبا، مخدرات بحوالي مليون ونصف المليون جنيه. ترجع الواقعة لورود معلومات لإدارة المعامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بقيام ناظر مدرسة معامل بمركز شرطة جرجة بترويج وتوزيع المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرح لمزاولة التشطب الإجرامي في عملية البيع والتوزيع بقصد الإتجار وجني الأموال من عملية ترويج المخدر، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويضر بالاقتصاد. بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحري أنهما متلبسين بالحرز والحيازة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.